اعطف حقك يا اخي، اعتذر لك، ما قبلت اعتذاره لان كرامتك ما تسمح. الله صلى الله عليه وسلم امرني ربي بان اعفو عن من ظلمني، وبان اعطي من حرمني، وبان اصل من قطعني. مو بالعبره ان نعيش مسلمين وبس، العبره ان تعيش فينا هذه المبادئ اللي اصبحنا ما نشوفها في الناس. لا تحزن لما اقرب الناس يؤذونك وانت اللي تحسن لهم، لا تحزن، انت ما تدري لعل الله اختارك تكون من المحسنين. الاحسان منزله الله ما يعطيها لاي انسان، الاحسان ميزه لا تمنح الا لانقياء القلوب، فلا تحزن. احترم الإنسان لو أنك احتقرت هندامة، أنت ما تدري وش هي ظروفه. كم من الناس هي راقية ملابسهم، فخمة مجالسهم، لكنك تحتقر نفسك من تجالسهم. يا ليتنا نحترم من الإنسان تلك النفس لا اللبس. راح يجيكم يوم تفتكون مني يا رب أموت، كلمات الأسف نقولها لما نعصب. قال سيدنا يوسف لربه: يا رب جعلتني في السجن طويلة. فقال الله: أنت من طلب السجن فأعطيناك، ولو طلبت العافية لعافيناك. في أخوان قبل لا تدعون على أنفسكم الموت اتفكروا. الكل منا يحرص أنه يحصل تقرير خلوه من الأمراض، ومن قال أن هذا التقرير صحيح؟ العافية ما هو في تقرير كتبه لك طبيب، العافية في عافية قلبك من الحسد، مش عافية شرايين وضغط وسكر. ارجعوا فحص عدل. لا يوجد أكثر إيلاما من أم عانت من قسوة الزوج ووضعت كل أحلامها في أبنائها واللي رعتهم بكل جوارحها. من كبرت تفاجأت بأن من يرعاها هي خادمة، لا حد يحتاج بظروف هالزمن ولا غيره. البر هو أعلى درجات الإحسان ولا يؤتى لأي إنسان. امشي على هالأرض بهون وتواضع، فكم تحتها ناس هم أرفع منك. عش طيب الذكر ولا تحتقر حد، فكم من حي بين الناس ميت، وكم من ميت بين الناس ذكرى حي. تواضع يا